السلام عليكم. على أصوات الدحة الشمالية وحسب عادات وتقاليد الزواج بالشمال، زف هذا العريس الهندي على زوجته الهندية الأسبوع الماضي في قرية هديب شمالية السعودية. زواج تكفل في مصاريفه كفيله السعودي نظير إخلاص مكفوله بالعمل في محطته. بلغ محمد تحسين بأنه برغبة على زواج على جالية هندية، وبلغ السفارة أنها يدخلون الإسلام عادي من غرفة الشهادة عن طريق المحكمة. وقمنا عاد بمشاء أوراقه وملكنا له، وقمنا بزواجه زي عادات والتقاليد أهل الشمال. سوينا عرس في الليل، وفي النهار عشان أخويا عندهم عطرة بالنهار، وبالليل قمنا مع جماعتنا عرس خاص، والحمد لله تمت على خير. عريسنا من هديب والعرس من صوير. حضر مراسم الزواج أهالي القرية وأصدقاء العريسين من الجالية الهندية. زواج شمالي بحت، حتى في لباس العريس الذي ارتدى البشتة والزي السعودي، وشاركهم بفرح بالدحة الشمالية. الحمد لله. أبناء أفضل هنا نيجي هنا سعودية. أبناء أول أنا عميل، أول أنا ما في تفكير هنا. الهنا الحمد لله أبناء فنا جواز سوي كل شيء، الهنا مساعدة سوي الحمد لله. الهنا أنا كثير مبسوط أبناء. الهنا إن شاء الله أنا إن شاء الله ولدي يجي أبناء إيش اسمه وريك أنا ركب إن شاء الله. شاركنا الأخ محمد تحسين هندي الجنسية هذا الزواج، وسوينا له مثل ما نسوي لأهل القرية، سوينا له قصيدة وسوينا له دحة وسوينا له شاي لها. موقف كفيل الزوجة لا يقل نبلا ووفاء عن موقف كفيل الزوج الذي وافق بلا تردد على الزواج، وسمح لعاملته المنزلية بالمبيت والسكن مع زوجها يوما بالأسبوع مكافأة لها على إسلامها. الحمد لله أنا يجي هنا إنديا شغالة بعدين يوطيسين أنا قولي ماري سوي، أنا قولي موكي سوي مغان أنا مسلم ما في، قولي لا أنا مسلم سوي انتي، بعدين قولي أوكي مسلم سوي بوكلي كلمات خلاص بعدين مارا سوي كويس. أنا مسلم سوي مرة هابي، أنا هابي مسلم. كان زواج عفوي جدا. السلام علیکم دوستو، یہ شمال الجوب میں ایک سعودی ابو نائب نے اپنے انڈین عامل کا اپنے پڑوسی کی عاملہ شغالہ جس کا نام نیا نام جو ہے وہ پہلے ہندو تھی ابھی مسلمان ہو گئی جس کا نام ہے عائشہ، اس کے ساتھ شادی کروائی. ان سعودی نے اپنے انڈین عامل کا شادی ایسا کیا جیسا سعودیوں کو ہوتا ہے، اس میں ذبیحہ بھی کیا، رات کو پورا پروگرام تھا، مشاعرہ بھی تھا، اور دن کو جو سعودی کا اپنا ترتیب ہوتا ہے عزومے کا وہ بھی کر دیا گیا. یعنی جیسا آپ لوگوں نے دیکھا تمام ترتیب تمام سب کچھ جو سعودی کو شادی میں ہوتا ہے ایسا اس نے اپنے عامل کے شادی میں کیا، کیونکہ اس کا کپل بتا رہا ہے کہ یہ جو میرا عامل ہے اس کا اخلاق بہت زیادہ اچھا ہے، اس لیے تو اس نے بتایا کہ انشاءاللہ نجیب ولد اور بعدین ابو نائب رکھ کے بیسم. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.